من الآن وعلى مدار 30 دقيقة سنكون معكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الوطن، أهلا بكم. في البداية سنستعرض لكم أهم المواضيع في المملكة العربية السعودية. الملك يدعو زعماء عرب لحضور قمة الرياض، وتعيين الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله سفيرا للمملكة لدى أمريكا، وقذيفة حوثية تسقط قرب مدرسة بنات في نجران. أما أبرز المواضيع في حلقة الوطن اليوم فهي انخفاض قضايا التشهير في المحاكم والرياض الأعلى نسبة، دردشات عربية تستضيف نخبة من الشخصيات الملهمة وأصحاب الأفكار الناجحة، وحملة الشرقية وردية تكشف إصابة 96 امرأة بسرطان الثدي. أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي بن عمير آل جرمان الشهراني، أوضح بأنه عند الساعة 11 من صباح أمس الثلاثاء بشر رجال الدفاع المدني بلاغا عن سقوط مقذوف مصدره من داخل الأراضي اليمنية على نجران، ما اقتضى التنسيق مع إدارة التعليم بمنطقة نجران لإخلاء عدد من المدارس التي كانت معرضة للخطر حفاظا على سلامة الطلبة والطالبات، ولم يتعرض أحد لأي أذى. قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، قال إن الحكومة السعودية تنظر في مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة لسياسة الإنفاق والإيرادات، وذلك من أجل مواجهة أثر انخفاض أسعار النفط على مواردها المالية، مضيفا أنه لم يتضح بعد أي خطط إصلاحات مالية ستتخذها الحكومة. وتوقع أحمد أن تأتي الإصلاحات المالية في أربعة مجالات رئيسية، وهي تخفيض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المشاريع الاستثمارية الحكومية وتخفيف وطأة الإنفاق الجاري. في الوقت الذي انخفضت فيه قضايا التشهير بمحاكم المملكة العربية السعودية العام المنصرم من 376 إلى 317 قضية، وحافظت العاصمة الرياض على صدارة المدن الأكثر قضايا للسنة الثانية على التوالي، إذ سجلت محاكم الرياض خلال السنة الماضية 151 قضية تشهير بنسبة 47% من مجموع القضايا، وحلت منطقة تبوك ثانيا من حيث عدد قضايا التشهير خلال العام المنصرم بواقع 32 قضية بنسبة 9.5% من مجمل القضايا، تلتها الخبر ب 29 قضية. معنا من جدة المستشار القانوني الأستاذ محمد إسماعيل الدفع. بداية سيد محمد، أهلا بك معنا. أهلا ومرحبا. سيد محمد، ما هو التشهير لمن لا يعلم وما هي أنواعه؟ طبعا التشهير كجريمة، مصطلح التشهير هو مصطلح عالمي يعبر عن مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة. وطبعا الجريمة هذه يعاقب عليها في معظم دول العالم وفق قانون العقوبات في كل دولة. طبعا الأحكام بتكون فيها إما غرامة مالية وسجن وكذا، يعني بتتراوح بين العقوبات هذه. عندنا في المملكة العربية السعودية طبعا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أوضحت في تعريف لجريمة التشهير بأن التشهير هو الإساءة لشخص ما بالتشهير به عبر نشر معلومات أو صور بهدف الإساءة إليه والنيل من سمعته بأي وسيلة إلكترونية كانت. وهذه طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر جريمة معلوماتية. طبعا إحنا بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية النظام كنظام جرائم أو نظام عقوبات يسمى نظام الجرائم المعلوماتية. النظام هذا صدر من المقام السامي ويعني توقع من رئيس مجلس الوزراء ومن خادم الحرمين الشريفين كأمر ملكي في عام 28 هجرية، يعني الآن له حوالي 8 سنوات تقريبا. وأوضح النظام هذا تعريف الجريمة المعلوماتية أنه هي طبعا بتستخدم العالم الافتراضي ومواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
وأوضحت المادة الثالثة من هذا النظام نص العقوبات يعني على وتفصيل أنواع الجرائم. طبعا نصت المادة الثالثة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تزيد عن 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين معا، يعني ممكن العقوبتين مجتمعة أو إحداهم منفردة. كل من يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية الآتية، ذكرت خمسة بنود. البند الأول التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي أو التقاطه أو عرضه، يعني هذا اللي هو يعني مثلا يسمى زي الهكر أو التهكير، يعني اللي يخش على حساب واحد اختراق الحسابات يعني الاختراق. نعم. ورقم اثنين برضو يتعلق بنفس الموضوع لكن بصيغة أخرى، ذكر أنه الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع مشروعا، يعني حتى لو كان هو له حق أنه يسوي كذا لكن يدخل يهدده عن طريق مواقع الانترنت فهذا يعتبر ابتزاز، يعني أنه يضغط عليه لمجرد التهديد. نعم بالضبط. الفقرة الثالثة ذكرت برضو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، يعني مجرد الدخول على الموقع أو التعديل والإتلاف، ويعني أنه بيعرض الموقع هذا للتعطيل أو كذا. هنخش بعدين رقم أربعة وخمسة هي اللي تخص التشهير، يعني يبدأ يخش في التشهير. رقم أربعة بيتكلم عن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها كصور أو أيوة، اللي هي المسائل اللي احنا بنتكلم فيها سواء التشهير بألفاظ أو التشهير بصور. ذكرت رقم خمسة العبارة صراحة، كتبت التشهير بالآخرين نصا وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة. طبعا يعني هذه المادة بتكون واسعة إنها هي تشمل أي يعني يتضح أن المنظم السعودي يبغى يعني غرض أنه هو يمنع أي إساءة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو استخدامها لأي تهديد. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد إسماعيل الدافع المستشار القانوني، كنت معنا من جدة وسنكون أيضا معك لاحقا بإذن الله في حلقات أخرى. انطلقت الثلاثاء أولى جلسات ملتقى دردشات عربية في كليات التقنية العليا للطلاب في دبي، وذلك بمشاركة عدد من النماذج العربية المتميزة في العالم العربي والذين كانت لهم إسهامات إيجابية في حياة الناس وكان لتجاربهم صدى في المجتمع المحلي والعالمي. الزميل سامر لواء الأماني حضر جلسات الملتقى ووافانا بالتقرير التالي. استضاف ملتقى دردشات عربية اليوم نخبة من الشباب العربي المتميزين في عدة مجالات، واستعرض المتحدثون من خلال أربع جلسات رئيسية قصص نجاحهم وتجاربهم الملهمة أمام أكثر من 700 شخص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات. استمعنا إلى مجموعة من التجارب الناجحة، سواء النجاح على المستوى التحصيل العلمي أو على المستوى الحياة العملية. تجارب بدأوا بها شباب وكانوا طبعا في قمة القوة الفكرية والذهنية وأيضا الإصرار. التجارب اللي استمعنا إليها اليوم كان محصورة على قضية أن الفشل لازم يتبع نجاح. واستعرضت الإعلامية منى الحيمود قصة نجاح مبادرة ألعاب بأجنحة التي أطلقتها في دبي في شهر إبريل 2015 لجمع الألعاب المستعملة والجديدة حول العالم وتوزيعها على الأطفال المحتاجين في مخيمات اللاجئين ودور الأيتام وقرى الأطفال ومستشفيات الأطفال في الدول العربية. نصف اللاجئين السوريين هم من الأطفال، جيل ضائع صلهم أكثر من 4 سنين عايشين برات وطنهم. اللعبة هي طفولتهم، هي الواقع، هي الماضي وهي الحاضر أيضا. لازم نساعدهم لحتى نذكرهم أنهم ما زالوا أطفال. هاي الطفولة ما حيقدروا يعيشوها مرة ثانية، خلاص بتضيع. فلازم نحن يكون عندنا إصرار وعزيمة أكثر، نصر أن نوصلهم هاي اللعبة لأنها بتمثل كل شيء، الأمل والغد الأفضل. ممكن يطلع من هاي المخيمات أطفال
نمو كامل، ما عندهم مشاعر سلبية، ما عندهم نقص لحتى يكونوا فاعلين بالمجتمع رغم الحروب ورغم النزاعات ورغم الظروف الصعبة. واستضافت الجلسة الثانية بعنوان كيف تقف مرة أخرى الدكتور معاذ عبد الله الخلف، الأستاذ المساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، والحائز على أفضل رسالة دكتوراه في هندسة البرمجيات لعام 2015 من الجمعية العلمية للأجهزة الحاسوبية، وتحدث خلالها عن تجربته مع المرض العضال وتحصيل شهادة الدكتوراه بالاعتماد على الصبر والثقة بالنفس للحصول على هذه الجائزة العالمية. أهم شيء كان هو الإصرار وعدم فقدان الأمل، مهما كانت المشكلة دائما فكر كيف تحل المشكلة، كيف تنظر إلى الأمام. قد يعني لا تظن أن الحل دائما حل وردي، يعني ليس بالضرورة أن الحل سيعيدك تماما إلى الحالة اللي كنت يعني فيها سابقا. الدرس الواحد اللي أحب أعطيه أنه دائما طموح يشدو أمن ونجاح. أحد المستمعين كان يتكلم على هل أنت عندك ثقة بنفسك، يعني الثقة هي اللي بتوصلك اليوم هنا. ودائما يعني نصيحة للشباب والمستمعين والشابات أنه لا تتحول هالثقة إلى غرور. واستعرضت الجلسة الرابعة عقول وأفكار كالأقمار، والتي شارك فيها كل من سارة الأميري وإبراهيم القاسم التجربة الإماراتية في مجال استكشاف الفضاء والدور القيادي والملهم الذي يلعبه الشباب الإماراتي في وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء خلال السنوات المقبلة. دردشة عربية منصة تفاعلية لقصص نجاح من الشباب العربي في مجالات مختلفة، يرون قصص نجاحهم أمام فشل قد تجرعوه في السابق، لكنهم اليوم يؤكدون أن بالإصرار والعزيمة والعلم يمكن أن يحققون المستحيل. لأخبار الآن، سامر لواء الأمانة من مقر كلية التقنية العليا بدبي. معنا عبر الهاتف من دبي الدكتور معاذ عبد الله الخلف، أستاذ مساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، وأيضا الفائز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه في هندسة البرمجيات لسنة 2015. بداية دكتور معاذ أبارك لك هذا النجاح والتميز. دكتور معاذ، يعني أكيد لدى المشاهدين الفضول للتعرف على قصة نجاحك، هل يمكن أن تحدثنا عنها قليلا؟ والله طبعا أنا بديت الدكتوراه في عام 2008، وفي أواخر الدكتوراه واجهتني بعض المشاكل الصحية الشديدة يعني، ولكن الحمد لله يعني استطعت أني أتجاوزها بشكل سريع، ومع الإصرار يعني استطعت أني أنهي الرسالة وأحصل على درجة يعني متميزة يعني، وأحصل على الجائزة هذه. دكتور معاذ، يعني تم اختيار حضرتك من بين 4 شخصيات ناجحة في ملتقى دردشات، أخبرنا أكثر عن الدور الذي قمت به في تلك الجلسة. والله أول شيء أنا أشكر يعني المشرفين على دردشات ثقتهم بي. كان الهدف هو أنه يعني نبث روح الأمل في الشباب في الخليج والعالم العربي، وكان يعني المشرفين على برنامج دردشات كانوا يرون إلى قصتي بأن قصة يعني ملهمة، وأشكرهم على الشيء هذا. وطبعا أنا ذهبت إلى البرنامج، كان في كلية دبي، ويعني ألقيت يعني البرزنتيشن عن أو عرض مختصر عن القصة، ذكرت فيه المشاكل اللي واجهتها وكيف تجاوزت المشاكل هذه، وكان المأمول يعني والحمد لله إن شاء الله نتحقق أنه الطلاب والطالبات سواء هنا في كلية دبي أو الناس اللي راح يشوفونها إن شاء الله في الإنترنت أو في أي مكان، أنهم يعني الشباب يستفيدون منها ويعني وتكون. دكتور معاذ، كيف ترى إقبال الشباب وتقبل يعني تقبلهم لهذه الندوات التي قمت بها، يعني كيف ترى الاستجابة أو ردة الفعل من هؤلاء الشباب؟ والله كانت ردة فعل جدا جدا متميزة صراحة، يعني كانوا متحمسين مرة، وكثير منهم جو لمي وجلسوا معي وسألوني ويعني وعن الدراسة وعن مشاكل الدراسة اللي تحصل وعن مشاكل الحياة بشكل عام والنجاح وأسرار النجاح. وبالعكس يعني كانت فرصة جدا ممتازة، وإقبال كان جدا متميز صراحة.
دكتور معاذ، ماذا رأيت في عيون الشباب يعني الذين حضروا هذه الندوة؟ كيف ترى كيف ترى مستقبل هؤلاء الشباب بعينيك؟ والله إن شاء الله إنه يكون مستقبل متميز، يعني كثير منهم كان عندهم طموح وكانوا متحمسين وفي مختلف الاتجاهات والمجالات والتخصصات. وأتمنى إن شاء الله يعني إنهم يكونون يعني الركيزة المستقبل إن شاء الله أفضل. كيف يمكن أن تكون هذه الركيزة أفضل؟ يعني ما هي الخطوات التي تنصح باتباعها مثلا لجهات معينة أو حتى يعني الشباب أنفسهم؟ ماذا تنصحهم؟ ماذا تنصح المسؤولين عنهم إن كان من أهلهم أو المؤسسات التي ينتمون إليها؟ والله أنا أنصحهم بالإصرار والعزيمة. النجاح ما يأتي بشكل يعني مجاني، هذه أهم شيء يعني. والشيء الثاني إنه عدم فقدان الأمل، يعني جدية، عزيمة، إصرار، عدم فقدان الأمل، هذه أهم الأشياء في نظري. شكرا جزيلا لك دكتور معاذ عبد الله الخلف، أستاذ مساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود. قبل الفاصل مشاهدينا الكرام، إليكم المزيد من العناوين البارزة في المملكة العربية السعودية. محاكمة سعودي و23 مقيما تاجروا بالبشر، وأجدة تتأهب بالسيول بخطة المراحل الثلاث، حوادث أيضا واحتجاجات في أمطار البحر. فاصل ونعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عن تشخيصها 96 امرأة مصابة بسرطان الثدي منذ انطلاقة حملة الشرقية وردية، في الوقت الذي تم فحص ما يقارب 11,000 امرأة من خلال 3 سيارات ماموغرام تعمل كعيادات متنقلة بين مختلف المدن والمحافظات لإجراء الفحوصات على النساء فوق سن 40. من جدة معنا السيدة علا عباس المرزوقي، عضو مجلس إدارة جمعية زهراء لسرطان الثدي. أهلا بك معنا سيدة علا. أهلا بكم أخت فهيمة، وشاكرة جدا لقناة الآن ولبرنامجكم هذه المبادرة في التوعية بسرطان الثدي. شكرا لك. بداية سيدة علا، أخبرينا عن دور هذه الجمعية وما الذي تقومون به؟ جمعيتنا جمعية زهرة لسرطان الثدي، احنا جمعية مختصة بسرطان الثدي، نحاول ان احنا نخدم السيدات في مجتمعنا في المملكة العربية السعودية بكل الطرق الممكنة، من حيث التوعية بهذا المرض، من حيث دعم المريضات وأسرهم، الدعم المعنوي، الدعم المعلوماتي، الدعم النفسي. بنحاول كمان انه احنا ندعم بعض الأبحاث والدراسات اللي بتكون في هذا المجال واللي بتكون نتائجها بتفيد إن شاء الله السيدات. عم تتعاملوا مع مختبرات معينة؟ يعني تتعاملون مع مختبرات معينة في هذه الأبحاث؟ أيوة، نحن عندنا مجلس علمي استشاري ملحق بمجلس إدارة الجمعية، وهو بيحدد دراسة أو 2 في السنة بتتبناها الجمعية، وبنحاول إن احنا إن شاء الله نطلع بها بالنتائج تفيد السيدات. سيدة علا، يعني من خلال اختلاطك يعني بحكم العمل بالنساء وبعد هذه الحملة للتوعية، هل تعتقدين بأن النساء في الوقت الحالي بات لديهن وعي أكبر بشأن يعني ضرورة الفحوصات الدورية؟ حقيقة أيوة، هذا واقع وحقيقة ملموسة لكل أحد بيكون في هذا المجال، إنه ما شاء الله عندنا السيدات الوعي تبعهم صار أكبر، والشابات كمان الوعي حقهم صار أكبر، وهذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى في دور الجمعيات اللي والسيدات اللي بيحاولوا إن هم يشتغلوا في هذا المجال. لأنه يعني أنا لما بدأت في هذا المجال من 5 سنوات كان الوعي أقل من كده بكثير، ف
فدحين الحمد لله سيدات كثير بيجوا نبغى نعمل ماموجرام، سيدات كثير بيعلمونا كيف الفحص الذاتي. سيدة علا، نظرا لزيادة هذا الوعي، يعني هل خفت هذه الحالات، حالات الإصابة بسرطان الثدي؟ والله شوفي، هو نحن عشان هي احنا بنعمل التوعية باكتشافه المبكر، فلما نكتشف مبكر طبعا الوعي هذا ادى الى انه ان شاء الله ان احنا السيدات بتكتشفوه مبكر، فنسب الشفاء منه بتكون اعلى للسيدات، غير لو انه ما بيكتشفوه مبكر نسب الوفيات بتزيد. فطبعا نسب الاكتشاف المبكر اكيد انه التوعيه زادت من هذا الشيء، وبالتالي ما شاء الله يعني نسب الشفاء منه العاليه بتكون احسن. سيده علا، ما العمر الذي يعني تنصح فيه السيده او الفتاه بالبدء في هذه الفحوصات يعني لتجنب المضاعفات؟ شوفي، هو من عمر 20 سنة إلى عمر 40 سنة بنحاول إنه إحنا نخلي السيدة تفحص نفسها في البيت مرة كل شهر، ما بتاخد منها الحكاية أكثر من دقيقتين مرة في الشهر، وتعمل ألترا ساوند إذا كان في وجد شيء. فوق 40 سنة بنحاول إنه إحنا نكون السيدات يعملوا الماموجرام مرة كل سنة. بس أحب أنوه لنقطة معينة هنا، هذا الكلام للسيدات اللي ما عندهم مرض أو مريضات من أقربائهم في الدرجة الأولى، يعني الأم الأخت، هذول بيكون لهم خطين في الفحوصات وفي طريقة الفحوصات ومتى تبدأ سنها وكذا. بس إحنا نتكلم على يعني الأغلبية اللي هم ما لهم، ما عندهم أحد من الدرجة الأولى من عائلتهم مصاب بسرطان الثدي. سيدة علا، يعني أكثر الحالات التي يعني يكون من الصعب شفاؤها، يعني تقريبا من أي عمر بتكون بتبلش؟ لا هو ما أو في عمر معين أو في يعني حسب الحالة؟ أيوة نعم، حسب الحالة، حسب المرحلة اللي اكتشفت فيه السيدة، حسب حجم الورم، مكان الورم، هذه الحاجات كلها هي اللي بتحدد مدى صعوبة الشفاء. بس ما في شيء يعني ما في عمر معين يقول إنه المرحلة أصعب من الثانية. هل هناك فترة يعني معينة أو فترات بحسب الحالات للعلاج؟ يعني كم هي الفترة التي تخضع لها السيدة للعلاج من هذا المرض تماما، وهل تتعالج منه تماما؟ يعني هل يختفي الورم نهائيا من الجسم؟ شوفي، مراحل العلاج معروفة، يعني هي مرحلة جراحة وعلاج الكيماوي وبعدين العلاج الإشعاعي. لكن أي مرحلة وكم عدد الجلسات الإشعاعية، كم عدد الجلسات الكيماوي، أي مرحلة تسبق الثانية، هذه تصمم دائما على من قبل الطبيب المعالج على حسب السيدة، يعني عمرها، صحتها، حالة الورم، مرحلة الورم، مدى انتشاره في الجسم، هذه الأشياء. وطبعا اكتشافه المبكر بيؤدي إن شاء الله إلى الشفاء، يعني نسبه توصل إلى 96-98%، وما شاء الله السيدات بيقعدوا بالعشرين وخمسة وعشرين سنة بعده وجسمهم خالي من سرطان الثدي. بس أهم شيء إن احنا نحاول نكتشفه مبكر في مراحله الأولى. سيدة علا عباس المرزوقي، كنت معنا من جدة، أكيد نتمنى لكم النجاح بالخطوات القادمة. حذر وزير الصحة المهندس خالد الفالح من خطورة تفشي أمراض السمنة والسكري في العالم، مبينا أن هذا الخطر لا يهدد الحياة البشرية وحسب، بل يتعداها إلى تهديد موارد الدول بما يشكله من عبء اقتصادي، وفقا لما أشار إليه تقرير الاقتصاد العالمي. بأن تكاليف معالجة داء السكري بلغ 500 بليون دولار خلال سنة 2011، وسيزداد إلى 750 بليون دولار سنة 2030. كما حذر وزير الصحة من تنامي انتشار مرض السكري والسمنة في دول الخليج، وقال إن المرضى أو المرضين يستفحلان في المنطقة ويستنزفان الكثير من الجهود. وأفاد الفالح أن تقارير منظمة الصحة العالمية بيّنت أنه خلال 3 عقود فقد زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأن مرض السكر سيكون السبب السابع للوفاة بحلول سنة 2030.
أكدت منظمة الصحة العالمية أمس أنها والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية تبحث في تجهيز لقاح لعلاج متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا قبل عودته للتفشي. وبحسب مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان، فإن وزير الصحة السعودي خالد الفالح ناقش هذا الأمر مع مسؤولي الصحة العامة في الولايات المتحدة، وبحثا في التعاون فيما إذا كان من الممكن تجهيز بعض اللقاحات مسبقا تحسبا لانتشار المرض مرة أخرى. ودع فريق الهلال السعودي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بخسارته أمام نظيره الأهلي الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب راشد في دبي بإياب دور نصف النهائي للمسابقة. نختم حلقة اليوم بفيديو مضحك من يوتيوب لطفل سعودي يبكي خوفا من الدجاج الذي يلحق به. في ختام الحلقة أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. يمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل الخاص بالبرنامج وهاشتاج الوطن اليوم، اقتراحات تنبيهات أيضا على التويتر والإيميل الخاص بالبرنامج. أراكم غدا بإذن الله إلى اللقاء.